أهلا بكم من جديد. تقام الثلاثاء الأربع مباريات في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد العربي للأندية. الجهراء الكويتي يلاقي الفتح السعودي، والشعب أبا اليمني يواجه النجم اللبناني، وشباب الأردن الأردني يلعب مع الحد البحريني. العروبة العماني يواجه شباب الظاهرية الفلسطيني. الجهرة صاحب البطولة اليتيمة كما يسمى في الكويت في تقرير مناف الفضلي. محافظة الجهراء هي الأكبر في الكويت من حيث المساحة، وتضم جميع أطياف المجتمع، وتعتبر معلما تاريخيا، خاصة القصر الأحمر الذي يجسد تاريخ الأجداد في الدفاع عن الكويت. لما نقعد بالدواوين، مو بس بالدواوين، لما أطلع برا حق أصدقائي من المناطق الثانية أتحدث عن منطقة الجهراء لأنه فخر لي، بحيث أنها كانت فيها معلم من معالم الكويت، حدثت فيها حروب وما حروب، كانت أهلها بواسل وردوا عن الكويت. الجهراء وإن حملت تاريخا كبيرا، إلا أن التاريخ الكروي بالنسبة لنادي المنطقة توقف منذ 22 عاما. هذا الإنجاز يمثل لمنطقة الجهراء، يمثل فريق الجهراء، يمثل لكرة القدم بشكل خاص في نادي الجهراء. هو العصر الذهبي لهذه البطولة اللي حققناها لأول مرة في ثلاث أقسام. الاستعداد على قدم وساق للجيل الحالي في مواجهة عربية تاريخية أمام متصدر الدوري السعودي. كل فريق يعني عنده اعداد جيد من بدايه موسم او اي موسم يبدا باعداد جيد، اكيد عنده طموح انه يعني يجيب اي بطوله، واذا شارك بطوله عربيه اكيد عندنا دافع كبير ان ناخذ البطوله هذه. ملعب العيار عرف التجديد في الفتره الماضيه، وسيشهد لاول مره على البساط الاخضر للنادي مواجهه كويتيه سعوديه. اتمنى يعني كاول مباراه تقام على ملعبنا، مباراه مع فريق سعودي، نتمنى نشوف الملعب متروس ان شاء الله. يأمل أبناء الجهراء بأن تشهد الفترة المقبلة تاريخا جديدا لناديهم، خاصة بعد صيام قرابة ربع قرن عن تحقيق الألقاب. مناف الفضلية العربية، الكويت. وفي الكويت نبقى، ومن هناك يلتحق بنا الآن خالد الجرالله رئيس نادي الجهراء. سيد الجرالله أهلا بك معنا، شكرا لحضورك واستجابتك للدعوة. أهلا وسهلا، حياك الله. وأنا سعيد أخ بتال على هذه الاستضافة، وأنا كلي يعني هذا الساقية بأني أسمع. أهلا وسهلا الأمكان. أهلا وسهلا. أنا يعني إحنا ما شاء الله أنتم في يبدو في الأندية الكويتية بسرعة تترقون، يعني أنا أذكرك كنت لاعب إلى فترة قريبة، فجأة صرت رئيس النادي بسرعة ما شاء الله. اعتقد انه في كاس الخليج في ابو ظبي كنت تلعب في المنتخب الكويتي، صحيح؟ اي نعم طال عمرك، انا لاعب والحمد لله، يعني اللاعب دائما يعني يتجه في اتجاهين، يا اما انه فني او اداري، ولله الحمد يعني هذا المجال يعني حبيته وعشقته الاداره، ومنها يعني بعد ما اعتزلت اللعب 2005 استدعاني المنتخب في مدير المنتخب الاولمبي الشباب في الاتحاد الكويتي، وجلست موسم، ومن ثم نزلت الانتخابات في نادي الجهراء وتوفقت في اماله السر، ومن ثم بعدها نزلت في الرئاسه. نعم. وتوفقت ولله الحمد. نعم، يعني اريد ان اسال، تواجهون الفريق المتصدر للدوري السعودي بعد ست جولات، انتم تلعبون فقط جوله واحده في الدوري الكويتي. تبدو الأوضاع غير جيدة بالنسبة لكم، تتفق معي؟ والله بالعكس، يعني احنا يعني فريق مشابه نادي الفتح السعودي، مشابه في تاريخ الفتح السعودي، مشابه في أداء الفريق، وتقييم المستوى اللي ظهر فيه هذا نادي الفتح السعودي في بداية انطلاقات الدوري السعودي في ست جولات، تقييم جيد وممتاز، ولكن يعني
إن شاء الله أن فريق الجهراء قادر بتوقيف نادي الفتح قدا ونظهر في مستوى جيد ويظهر في مستوى ممتاز مثل ما ظهر في الموسم الماضي، حقق مستوى طيب ومستوى جيد والله الحمد بإذن الله إن شاء الله سوف يؤدي لاعبين نادي الجهراء لاعبين مميزين يؤدوا مباراة طيبة ومباراة جيدة، يعني تكون أول انطلاقة لهم في بطولة العربية أن يحرزوا الفوز ويتأهلوا إلى يعني المباراة المقبلة في رصيدهم الفوز. سيد خالد، أنا أسأل، هل على مستوى الجاهزية البدنية والفنية لعبتم مباراة واحدة فقط في الكويت ترى بأن الجاهزية تعطيكم مواجهة الفتح الآن المتصدر؟ لا، احنا لعبنا تونا ردي معسكر تدريبي في دبي ولعبنا هناك خمس مباريات ولله الحمد، يعني الان الفريق خذ كفايته في التحضير، خذ كفايته في مباريات، خمس مباريات اداها مباريات جيده ولعب مباراه في الدوري الكويتي، يعني تقريبا ست مباريات تدريبيه اعتقد انها مطمنه وكافيه بان يدخل مباراه غد بافضل المستويات الفنيه وجاهزيه فنيه تمكنه ان شاء الله بانه يقدم مستوى طيب. نعم، تابعت الفتح انت على المستوى الشخصي؟ والله يعني احنا تابعنا اهداف الفتح، تابعت يعني بعض اللقطات، الجهاز الفني هو مسؤول عن متابعته ومتابعته جيدا في المباريات في الدوري السعودي، واعتقد ان الجهاز الفني تابع جميع مباريات نادي الفتح، ولكن انا اطلعت على بعض اللقطات، اطلعت على بعض الاهداف، وفريق مميز، فريق يلعب كرة جميلة، يلعب كجروب، يلعب له شخصية يعني تكسب وتكسب احترام الفرق الثانية والجمهور، وبإذن الله إن شاء الله من الفرق اللي هي جيدة جدا يعني داخل الملعب، انضباطية في الهجوم وفي الدفاع، ويلعب كرة جماعية، كرة شاملة جيدة. نعم، نتوقع أن الجهرة راح يحظى بمتابعة جماهيرية ودعم جماهيري في المباراة؟ والله احنا مشكلتنا ان في الكويت انها تكون تصادف في مباراه الاتحاد الاسيوي، وضع مباراه نادي الكويت مع فريق في اعتقد الفريق في البطوله الاسيويه، وهذا يعني الشيء ممكن ياثر على الحضور الجماهيري نسبيا، ولكن كل امل بان الدعوه مفتوحه الى المشجعين ومحبين نادي الجهره بشكل خاص ان يحضروا ويؤازروا فريقهم الشاب، فريقهم اللي قدم مستوى طيب حتى يعني يكون يتوج في اول انتصار له في مشواره في كاس الانديه العربيه. ارجو لكم التوفيق في الضيافه وفي المباراه. سيد خالد الجهر الله، لاعب كره القدم السابق، رئيس نادي الجهراء الحالي، شكرا جزيلا لك. وفي السعوديه لاعبو الفتح السعودي كيف يرون اولى مواجهاتهم خارج المحليه؟ ايضا مناف الفضل التقاهم ولكن في الكويت. والله معلومات أنا ما هيش ضافية الحقيقة، أنا شفنا بعض السيديات من مباريات حقة العام وشفنا آخر مباراة، أكيد أعطتنا معناها معلومات، لكن مو زي ما نبغى، معناها مو زي معناها زي ما نحب، اللي معناها عندنا عدد سيديات اللي نقدر نحل مباراة، لكن ما نعرفوه أنه معناها ترتيبه في آخر موسم كان معناها كويس، ومعناها فريق محترم ومعناها يلزمنا نجتهد عشان نسوي معاه شيء. لا بالعكس، ما أعتقد أنه نادي الجهرة نادي مقمور، ولا اعتقد انه احنا يعني اذا ما اردنا النجاح اكيد احنا بدنا نفصل المشاركه العربيه عن الدوري، احنا نسينا الدوري اليوم، احنا نفكر اليوم في تجاوز هالمباراه هذه، ومن ثم لكل حديث حديث ان شاء الله. والله الكره ما عاد فيها مغموره الا فيها فريق مو معروف، يعني اكيد ان ادارتنا عندها خلفيه عن فريق الجهره، وان يمكن صداره الدوري يمكن تخلينا اقوى، وان تحت انظار الجميع خاصه حتى السعوديين ينتظرون منا شيء الايجابي قدام الجهراء، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم باذن الله. يعني زي ما قلت ممكن متصدرين الدوري، هذا يعني بحد ذاته يمكن يفرق معنا شوي، بس هذه في امور ثانيه، يختلف في الدوري زين، احنا الحين بطوله عربيه، جينا هنا احنا مستعدين للمباراه، عندنا كل العزيمه ان نطلع بنتيجه ايجابيه.
ومن الكويت أيضا يلتحق بنا الآن الدولي السابق جاسم الهويدي لاعب كرة القدم السابق مدير منتخب الكويتي للشباب. أولا جاسم أهنئك، مبروك النجاحات اللي حققتها كمدير المنتخب الكويتي في الفترة الأخيرة، صنعت هذا الجيل الجديد للأزرق. تابع الفتح بما أنه أزرق يا جاسم ولا لا؟ أول شيء مسي عليك أخوي بتال قوس، وأيضا مسي على مشاهدينا الكرام، وأيضا يعني شاكر لك على الاستضافة الجميلة ببرنامج أمانة روعة، وأنت قائد لهذا البرنامج أمانة. الأزرق بدمنا يعني بتال، يعني مهما نروح ومهما يعني حتى الفتح، ولكن طبعا تفضل يعني حتى الفتح فتح أزرق بتشجع على الجهرة بكرة أكيد. يعني أنت اليوم لا اليوم اكيد بالتالي يعني المواجهه تختلف تماما. اليوم الازرق هو ند لفريق كويتي، وبالتالي لابد ان التعاطف يروح للفريق الكويتي طبعا، ولكن يبقى مباراه جدا جدا مهمه للطرفين، خاصه ببدايه هذه البطوله، هي بطوله كاس الاتحاد العربي اللي هي مستحدثه امانه جديده. يبقى ان فريق الفتح فريق قوي متصدر الدوري، حاصل على 16 نقطه بعلامه كامله، تفوق على كثير من الفرق اللي لها باع كبير أمانة وتاريخ ببطولات الدوري السعودي، أمثال الهلال السعودي، وأقصى الهلال السعودي بالرياض 2-1، وأيضا أقصى نادي الشباب اللي لن ينهزم أمانة بمشواره بالدوري، هزمه 4-2، نتائجه جدا إيجابية، تعادل مع النصر أيضا 1-1. هذه المؤشرات تعطي أمانة يعني حلاوة لهذه المواجهة. أيضا جاسم كلمنا عن الجهرة، تكلمنا عن الجهرة، عن اللاعبين الأجانب في الجهرة يعتمد بشكل كامل على اللاعبين البرازيليين، خلينا نتحدث شوي عنهم. هو بالتالي أمانة الجهرة فريق جدا مجتهد، فريق أتى من الموسم السابق وهو بتحضير ممتاز بقيادة المدرب دي سيلفا، حضر معه لاعبين أجانب هو نينو وأيضا فينوس. ايضا اليوم نشوفه بتعاقد ثالث هو ايفاندرو، وهو لاعب اعتقد احنا حتى هذه اللحظه الشارع الرياضي لن يعني يلاحظه بالشكل المطلوب، لانه لعب مباراه واحده وما ظهر بالصوره خلينا نقول المتميز فيها. ولكن يبقى الجهره استعد لهذه البطوله، او استعد بمعنى احرى خلينا نقول انه لعب اربع مباريات بمعسكره بالامارات، امام الاصفهان الايراني، امام النهضه السعودي، امام فريق نيجيري، يعني هذه يعني ظهر بظهور خلينا نقول نوعا ما انه مطمئن للشارع الرياضي الكويتي. زائد ناهيك ان الجهره يعيش مرحله جدا عاليه، خاصه انه غير لاعبين الاجانب هناك لاعبين مواطنين على مستوى عالي لعبوا بمنتخب الاولمبي 22 وايضا المنتخب الاول، اسامي لها باع وان شاء الله راح تكون لها باع بالمستقبل. ولكن يبقى المباراه انا اعتقد اليوم لما نشوف التقرير ان لاعبين الفتح يقولون ان لاعبين الجهره او فريق الجهره متواضع، انا اعتقد لا بكره راح يفاجئهم، لان فريق الجهره اليوم صحيح لعب وحده، وانت يمكن سالت سؤال جدا جوهري لرئيس نادي الجهره الاستاذ خالد جار الله بانه الفارق بالمباريات، انا اعتقد هو صحيح هو مفترق طريق، لان نادي الفتح لعب مباريات كبيره مع فرق كبيره واستعد بشكل انا اعتقد من الناحيه اللياقيه جدا عالي، من الناحيه الفنيه بقياده مدرب انا اعتقد محنك هو فتح اللي صار له يمكن خمس مواسم مع الفريق. جاسم في ايجاز الجهره الحالي هو نفس جهره خالد الجار الله وفلاح دبشه ولا اقل؟ لكل زمان، انا اقول لكل زمان الرجال امانه، ولكن هذا الفريق انا اعتقد واعد الجهره ونقل صوره طيبه امانه من السابق امانه، من جيل خالد الجار الله ووائل سليمان، ويعني جيل عظيم امانه الجهره اللي حصل فيه على بطوله الدوري. يبقى هذا الجيل انا اعتقد جيل واعد وصاعد، ويعني يبشر بخير امانه. اتمنى امانه للفرق المشاركه سواء الفتح او الجهره مباراه تليق بمستوى هذا الفريقين. جميل، شكرا، سعيد برؤيتك مرة ثانية وبآرائك جاسم الهويدي الدولي السابق، شكرا جاسم. وإلى كأس الاتحاد الآسيوي نتحول، حيث يلعب الاتفاق السعودي مع فريق أريما الإندونيسي في ذهاب ربع النهائي. معين السواري يكتب عن تاريخ هذا الفريق المجهول. في العام الذي كان فيه الاتفاق يحرز بطولة الدوري السعودي في موسم 87 من القرن الماضي، كان هناك حدث رياضي آخر مقره الجزر الأندونيسية، وتحديدا مدينة مالانغ ثاني أكبر مدن إقليم شرق جاوة، والتي يقطنها قرابة 1.5 مليون نسمة.
ويتباهى سكانها بتسمية مدينتهم باريس شرق جاوة. هناك أبصرت النور مبادرة أكوب زينال بتأسيس فريق كرة قدم، سجل تاريخ ميلاده رسميا 11 من أغسطس عام 1987، ووثق رسميا على شعار النادي الذي يلقب باللغة المحلية سينغو إيدان، أي الأسود المجنونة. فريق أريما الأندونيسي وكأي مولود جديد مر بصعوبات كثيرة ومراحل متعددة في تاريخه القصير وتسميات مختلفة، حتى استقر به الحال على الاسم الحالي والذي اشتهر به وأصبح أحد أشهر الفرق الأندونيسية. العام 2011 شهد انقسام أريما إلى فريقين، أحدهما يشارك في الدوري الأندونيسي الممتاز والآخر في دوري السوبر الأندونيسي، وكان فريق دوري السوبر قد حل في المركز الثاني عشر، إلا أن فريق الدوري الممتاز حل ثالثا في البطولة. الفريق الذي يدربه الصربي المغمور ديغان أنتونيديتش يضم عددا من اللاعبين المحترفين، ويأتي في مقدمتهم حارس المرمى اللاتفي الدولي دينيس رامانوف المنضم حديثا للفريق، إضافة إلى لاعب خط الوسط السلوفاكي رومان شيميلو والذي يقضي عامه الثالث مع الفريق. وسعى المدرب مؤخرا إلى تدعيم الفريق بضم مواطنه ماركو كراسيتش، بما كان آخر الملتحقين بالفريق الأسترالي نيكولاس باريزيتش. الظهور الآسيوي الأول للفريق يعود إلى عام 1994 في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، ليختفي الفريق آسيويا إلى عام 2007 قبل أن يكرر المحاولة أيضا العام الماضي. لكن ظهوره الرابع آسيويا والأول في كأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم يعد الأنجح بوصوله إلى الدور ربع النهائي. فيشهد العام الحالي احتفالية أريما باليوبيل الفضي لتأسيسه، ويريد الفريق جعله مناسبة للفرحة بالاستمرار في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى أبعد مدى ممكن. فهل ستستمر احتفالة اليوبيل الفضي لنادي أريما في ملانج الأندونيسية؟ معين السواري، العربية. وعبر الهاتف يلتحق بنا من الدمام خليل الزياني نائب رئيس نادي الاتفاق الحالي عميد مدربي الكرة السعودية ربما الخليجية أيضا. أهلا بك كابتن خليل. حياك الله أخي بتال. أهلا وسهلا كابتن. يعني الاتفاق يواجه فريقا مجهولا عرفنا به في التقرير الماضي، لكن الاتفاق أيضا ربما يكون ليس الاتفاق في الموسم الماضي، لستم في كامل العافية يا كابتن، تتفق معي؟ والله أنا أتفق معك، مع العلم أن الاستعداد كان يعني يفترض أن يكون استعداد جيد في ألمانيا. نعم. من خلال المعسكر يعني العناصر اللي انضمت الفريق من الأولمبي لها مستقبل، ولكن يعني فوجئنا ببداية الدور بتعادل مع الوحدة وعلى أرضنا. والاتحاد فاز علينا في أرضه، فوز على التعاون، الهلال تعادلنا معه على أرضه، نجران يفوز علينا على أرضه بواحد صفر، التعادل على أرضنا مع الفيصلي، كلها نتائج كانت غير مرضية. نعم. يعني طب وين الخلل يا كابتن؟ والله الخلل أنا أقول لك، أول شيء التعادلات اللي على أرضنا في الدمام هذه إحنا عانينا منها من العام الفائت. أي. يعني فرق نفوز عليها مثل الرائد نفوز عليه في بريدة يتعادل معانا، هجر نفوز عليه في الأحساء يتعادل معانا. طيب. ما نقول يا كابتن إنه هذا الفريق الاتفاقي فريق جديد الحالي، لذلك يحتاج إلى وقت. نعم، لأنه خمسة من اللاعبين انتقلوا سواء كان بالإعارة ولا انتقال، زي سيبستيان انتقل للشباب. نعم. لأن غالى في 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 سعره. نعم. الحكمي انتقل إلى الأهلي بالإعارة لأنه النادي بحاجة إلى سد وقارب يعني. نعم. إلى أموال. إلى أموال. عندك السياف كذلك انتقل بناء على رغبته لتحسين وضعه وهذه آخر سنوات عمره. نعم. البريدي بالغ في عقده ويبي ينتقل للاتحاد. طيب كابتن. لزروني كذلك انتقل كابتن. أو أن إصابته منعته من الاستمرار. نعم كابتن، يعني معنى ذلك أنه لا نقول بأن الاتفاق يعني يفرق كثير عن الفريق الأندونيسي في مواجهة اليوم. والله إذا كان حال الفريق الأندونيسي بحالنا معناته أنه لا يفرق، لكن أنا ما ندري، وأنتوا قلتوا الحين في تقريركم أنه يعني وأنت قلت أنه مجهول. نعم. مجهول المستوى، يعني ما هو ذاك الفريق اللي مارس المنافسات
ولكن يعني انا واثق بالله ثم في الفريق المباراه نعم. اللي خارج المملكه الاتفاق والله الحمد يبدا فيها وياتي بنتائج جيده نعم قياسا على ما كان عليه في الموسم السابق نعم الكويت فاز عليه نعم ما في شك نعم نرجو لكم التوفيق التاريخ يشهد الاتفاق ولك يا كابتن باول بطوله خارجيه للكره السعوديه شكرا كابتن خليل الزياني نائب رئيس نادي الاتفاق وقفتنا الاخيره نتابع بعدها في المرمى ونقول الحمراء وياسر والإغماءات أبرز ملامح الجولة الماضية في زين والأجمل بين خمسة هزة الشباك في جولة السادسة